خلونا نقول لكم ان النهارده هيتم انطلاق قمه تكني الثالثه في القاهره، ودي قمه مهتمه بالتكنولوجيا ورياده الاعمال، قمه كبيره الحقيقه وبتستضيف عدد كبير من رواد الاعمال والمستثمرين والمؤثرين، وهتكون بحضور عدد من الوزراء. وطبعا يعني اكيد عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن قمه تكني في نسختها الثالثه في القاهره. خلونا نرحب بضيفنا على التليفون، طارق القاضي المدير التنفيذي لقمه تكني. مساء الخير، ازيك يا طارق؟ مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك معانا. يعني احنا الحقيقه متحمسين جدا لقمه تكني اللي هتبدا النهارده في القاهره، وعايزين نعرف منك اهم ما يميز النسخه الثالثه السنه دي. اولا مش اشكركم ان انتوا مستضيفيني النهارده، واحنا متحمسين ان احنا نفتتح النهارده البري ايفنت، والايفنت هيكون بكره وبعده ان شاء الله لكل الناس الحضور في استاد القاهره. هو اللي يميز السنه دي ان احنا مغيرين فانيو جديد، وعملنا الى جانب الشراكه اللي ما بيننا وما بين وزاره الاتصالات شراكه جديده ما بين وزاره الشباب، علشان نقدر ندعم الشباب ونشوف ازاي نقدر نوصلهم بالموارد اللي محتاجينها علشان يكبروا الشركات بتاعتهم، او لو عندهم افكار يبتدوا هم يحققوها. وطبعا بحضور عدد كبير من المستثمرين والسبيكرز اللي جايين من دول مختلفه، والكونتنت بتاعنا اللي هو في محاور مختلفه، لكن الثلاث محاور الاساسيه بتتكلم على الكوربريت انوفيشن اللي هو ابتكار المؤسسي، والستارت اب انوفيشن اللي هو ابتكار الشركات، والانفستمنت ده الاستثمار، الى جانب سبع محاور ثانيه كل محور بيتكلم في قطاع من الصحه والقطاع المالي وقطاع التطوير العقاري، وازاي التكنولوجي تقدر ان هي تحل او تقدم منتجات وخدمات مختلفه ومتطوره فيها ابتكار وانوفيشن بالشكل. طارق، يعني كل المحاور دي هيتم مناقشتها من خلال جلسات، من خلال ورش عمل، يعني قول لنا كده ايه اللي هيشهده الايفنت ان شاء الله بمجرد انطلاقه. احنا ان شاء الله عندنا السنه دي اكتر من 50 ورشه عمل، يمكن ورش العمل دي تبقى هاندز اون وفيها تفصيل اكتر للناس اللي هي عايزه تبقى تاخد معلومات اكتر في حته فيري سبيسيفيك، او لو حتى بيبدا يعرف يقدر يعرف تفاصيل، الى جانب حلقات النقاش اللي موجوده اللي هتبقى شغاله على يمكن ثلاثه ستيجز في نفس الوقت في الصاله المغطاه في استاد القاهره، بتتكلم في قطاعات مختلفة وجايبة متحدثين ومستثمرين واكسبرتس في مجالات مختلفة بيتناقشوا في أحدث التكنولوجيز اللي في القطاعات بتاعتها. مين يقدر يحضر تكني سامت؟ هل رواد الأعمال فقط، ولا ممكن أي حد من الشباب يسمعنا دلوقتي يقدر يسجل من خلال مثلا الموقع ويقدر يحضر تكني سامت على مدار 3 أيام؟ التسجيل موجود على الموقع بتاعنا اللي هو cairo.technicsummit.com، والحضور لاي حد مهتم انه حتى يستكشف في المعرض بتاع المؤتمر مفتوح للزوار مجانا، يقدروا ان هم يسجلوا ويحضروا المعرض نفسه، بالمعرض الشركات الكبيره والشركات الناشئه والايكو سيستم اللي هم داعمي بيئه رياده الاعمال. وبالنسبه لحلقات النقاش وكده لها طبعا تسجيل مختلف شويه، وكل الحاجات دي موجوده على الموقع للناس المهتمه وحابه انها تعرف أكثر عن رياده الاعمال وعن التكنولوجي والناس اللي جايه من بره ان شاء الله. اختيار استاد القاهره يعني بيتهيألي دي حاجه مميزه جدا جدا، ويمكن احنا عارفين ان تكني كانت في اسكندريه وبعد كده بقيتوا موجودين يعني على التوازي كمان في القاهره، فاختيار استاد القاهره بيتهيألي يعني كان حاجه مختلفه السنه دي. ده حقيقي فعلا، هو احنا تكني بتتعمل في اسكندريه وفي القاهره وفي كرواتيا، مركزين على دول البحر المتوسط كدول موجودة 24 دولة، يمكن في بداية انطلاقنا بنكونكت أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ببعض من المستثمرين ورواد الأعمال والبيئات المختلفة لريادة الأعمال، وعلشان برضو نقدر إن إحنا عندنا أكثر من 20 ألف زائر هيكون موجود معنا السنة دي، فاخترنا المكان يكون مناسب إن الناس تقدر إنها تشارك في مكان يستوعب الأعداد إن شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في تكني سامت السنه دي في القاهره من النهارده على مدار 3 ايام. الدعوه لكل اللي بيسمعونا ان هم يستفيدوا ويحضروا
يعني قمة تكني. وبنشكرك شكرا جزيلا طارق القاضي المدير التنفيذي لتكني سامت، ودايما كده بنتابع أهم وآخر الأخبار معاكم. شكرا يا طارق. شكرا لكم، نورتنا.